عندك قدرة تدفع هاي العربية الجرة؟ شو اسمك؟ خالد. خالد؟ ايش عم تبيع حشايش؟ ها؟ شد عمرك؟ 11 سنة؟ عم تروح على المدرسة؟ اين صف؟ صف تالت. صف؟ تالت. تالت؟ برافو عليك. وانت عم تشتغل؟ طب انا شفتك شو عم تقدر تدفشا؟ شو عم تقدر تجرى؟ بتقدر تجرى؟ ايش عم تبيع؟ تلا اشوف احكي لي. هاد هلا هيندبي هون عم تبيع وخاص و... ونعناع ورشاد. شو قد الفجل؟ 3000. 3000؟ نعم. طب هلا اذا قلت لك شغله، هدول بس الطاق شد حقهم كلهم؟ حسبهم هيك. شغله 25000. شغله 25000؟ 25 30. 25 30. طب انا اشتريتهم ب 50000، شو رايك؟ اعطيني 50000. هي 50000 اول شيء. ايش بتعمل؟ تاخذ هدول هلا وبتفرقهم على روح النبي. هي امانه برقبتك. ها صح يا خالد، انت شاطر، انت بتروح على المدرسه الصبح والمساء. ايش بك حدي روح. يا خالد، خالد هلا نحن هي اشترينا منك البسطه، فانت هي وزع روح النبي. اروح النبي تمام. طيب سؤال، وين انت؟ في حدا من اهلك هون؟ اي اخوي. وينو اخوك؟ هنيك. وانت عم تمشي بالبسطه لحالك هيك بالعربيه لهون؟ ها كنت بسط عنيك بس رحت لفوق. شو ورجيني عضلاتك. اوه اه يا بطل يا زند انت. طيب انت 3 زائد 2. 3 زائد 2. 3 و2. 5. برافو عليك، ربحت معنا 50000 تاني. هي 50000. شو رايك منيح هيك ولا كمان؟ 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 بدك كمان؟ اه. ليش؟ بتلم منيح هيك ولا تمام؟ لك انت منيح هيك ولا بدك كمان؟ منيح. سؤال منيح؟ دخيله القنوع انا. طيب رح اسالك سؤال ثالث قبل ما امشي، بس انا بدك تسمح لي اخذ خسه معي معلش. خذ. طيب خذ كله. خذ. لا كابوس ربه الكريم، انا ابو الخل. ابو الخل طلع علي. شو اسم هاي المنطقه هون؟ الميسر. دخيل الميسر صح، برافو عليك. نعم نعم نعم. وهي 50000، صار 100000 لك و 50000 حق الخضرة كمان مربحهم لك. بتكمل دراسة و 1000 نجمة. بدي أرجع أجي شي أسبوع لهون أرجع أشتري منك. ماشي؟ لك اضحك. يلا بدك شي؟ سلام. قول لهم باي للكاميرا. باي. عمل لهم باي بإيدك. يلا خليني أوصلك. إيش رأيك أوصلك لأنه التموا عليك العالم؟ بتعرف؟ اليوم حدا قال لي أنت عم بتجر عرباني بطل بتكون. صح؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك، شو اسمك؟ زكريا. زكريا شو؟ طيبي. قدي عمرك؟ 15. شو عم تدرس؟ شرعية شعبانية. ما شاء الله عليك على هالشكل وهالأناقة. طيب شو تجويدك كيف منيح؟ الحمد لله. قول بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال الأول، أعطيني آية قرآنية من اللي أنت بدك إياها لحتى تربح معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله عليك صدق الله العظيم. أحلى أبو الزاك. وشو هالضحكة؟ شو والله قلت له وقف السيارة في أرضه فورا. شو اسم المنطقة اللي نحن فيها هون؟ لا ترجي. برافو عليك. هاي أول 50000 ليرة سوري. حلال زلال ورزق حلال ساقه الله إليك. أعطيني الآن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ما شاء الله عليك، هلا أنت متلبك وقلبك عم يرجف قدام الكاميرا. ربحت معنا 50,000 تانية. أنا هذا الحديث اللي أنت حكيته ما شاء الله عليك أنا مالي حافظه وأنا ما بعرفه، والله يزيدك ويقويك. أين صف؟ 9. 9 هالسنة؟ طيب، يعني إن شاء الله ناويين هيك نكون مجموعة تام ولا شو؟ إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله. هلأ أنا حفظنا الحارة، وإذا إن شاء الله، أنت وين بيتك؟ هون عند مدرسة الجهاد. عند مدرسة الجهاد. عند مدرسة الجهاد، خلص بوصل لعندك، وموعدنا بعد النجاح، ومكافأتك إن شاء الله محفوظة. تمام؟ بس بدنا شو؟ بدنا مجموع عالي هيك. تمام؟ تمام يا أبو الزاك؟ تمام. كم أخ لديك؟ صبي؟ صبي واحد بس. أنت سبيان. وحيد؟ لا، أنت في عندي أخ أصغر أكبر مني. أكبر منك؟ شو عم بيدرس؟ ما عم بيدرس، بشتغل. بشتغل؟ أنت بس اللي عم تدرس، برافو عليك. أنتوا صبيين وشو؟ وبنتين. صبيين وبنتين؟ طيب الآن بدي أسألك سؤال، هذا لأخواتك الباقيين الصغار البنتين، مو أخوك. ما صغار، كبار. للكبار؟ هي. متزوجات؟ آه؟ طب شو رأيك هلا أنت أمك وأبوك بالبيت صح؟ هلا شو رح نعمل؟ رح أسألك سؤال وجاوبني عليه، وبتاخد معك الآن عشاء وبتقلن هذا العشاء ربحته هلا اليوم، عزمكن على حسابي، أنا اليوم ربحت بالمسابقة وعزمكن، هدول إلك على طرف ما لهم علاقة. شو اسم أبوك؟ أمجد. أمجد، وبتقول لأمجد أبوك ونعم التربية والأخلاق، 6 × 4 24. برافو عليك يا شطور، وهي 50,000 تشتري فيهم. تمام، معيش أبوسك من رأسك. أخوي شهيد. ايه. وأبوي ميت، احنا يتامى. احنا 4 صبيان ضلينا على مات، واحد ضل 3 و4 بنات. هلا انت شلون بدك ترجع البيت؟ اما بيتي انا عند مدرسه قبل هذا الاسوار. انت شو اسمك قلت لي؟ باسل. باسل؟ ايه. طيب باسل انت لحقني من الميسر لهون؟ ايه، صلي عبالحقكم من هنيك لهون، لانه انا كنت بتمنى اشوفكم. شو قد عمرك؟ انا عمري 10 سنين. عم تروح على المدرسة؟ ايه، هاي مدرستي. وين مدرستي؟ هاي. هنا صف ثالث. صف ثالث انت؟ ايه، راحت علي سنة. راحت عليك سنة. طب وين بيتك صار؟ هيك عمو، روح هيك. منروح هيك، يلا راح نروح هيك. بعدين سوي عند السمان تطلع هيك. عند السمان بطلع. ايه، عند السمان. السمان. لك ابوس قلبك يا بيسو. الله يسلمك. بس ولي كم اخ انتو؟ رحنا كان رحنا 4، مات واحد شهيد. صار له سنة وإيه، ضلينا 3. ومين ساكن وين؟ مع مين ساكن بالبيت؟ رحنا ساكنين مع بيت عمي. مع بيت عمك؟ إيه. أنت وأخواتك قاعدين عن بيت عمك؟ إيه. أنا أخواتك أصغر منك لأكبر منك؟ لا، في عندي 2 أصغر مني. 2 أصغر منك؟ إيه. يعني أنت عمرك 10 سنين؟ إيه. والأصغر منك شو؟ عمره 7 سنين صف أول. إيه. الثاني أصغر منه هيك عمو. الثاني ما له مستجد. أبوك ميت؟ إيه. أبوي أنا ميت. إيه. وأنتوا قاعدين عن بيت عمك؟ إيه. اليوم الحلقة كلها لباسل، شو رأيك؟ تسلم. وعمكن عم ربيكن؟ لا، إيه عمي. إيه. بس رحنا مو أخوي شهيد، عمي شعراتبه. عبتيش شعراتبه؟ إيه. وأمك؟ أمي هذا راتب، يعني مو أبوي عنا، إحنا راتب يتامى. إيه. كمان نعيش عليه الحمد لله. هلا اطلع هيك الشارع لهم. اطلع هيك الشارع لهم مثل ما بقول لك باسل، امشي. حاضر. الله، هون بيتنا.
اطلع هيك على شارع العام. على اليسار يعني؟ ايه زين. هلا انا بدي احكي لكم قصة باسل. كنت عم صور انا هون بالفردوس. وباسل باسل ابراهيم. باسل ابراهيم شو عملت انت؟ لحقني باسل، عود تعا عود هون جنبي. لحقني باسل من الفردوس لحي القاطرجي للميسر رقد. عم برقد بالسيارة ورا السيارة وأنا مالي منتبه عليه، ولأنه صار في حوالينا زحمة. وهلا شو بعدين طلعنا من هنيك لهون. ايه. ها بدك تشارك معنا بالمسابقة؟ ايه. باسل يا باسل، والله أول شيء تربح معنا 50,000 ليرة سوري على مسابقة الرقد اللي رقدتها. يعطيكم العافية. على رأسي. أهلين يا أخي. أهلين أهلين. طيب باسل، أنت قلت لي عندك أخين أصغر منك، عندك خوات شي؟ إيه. بدي أختهم؟ إيه. عادي جنبه لشي. هي أكبر منك، أنت قلت لي عندك أخين صغار، عادي هون. معلش. شو اسمك؟ لميس. لميس. لميس؟ هي أختك الكبيرة؟ لا، في أكبر منك. نحن عمو 9. مع أخوي مع أخواتي الكبار. 2 متجوزات ونحن هلا تمينا. 1 شهيد. أما نحن إخواتي 2 متجوزين بنات، وأخوي الكبير مستشهد وأبوي ميت، وهلا أمي و3 صغار، عبودة ورعد وهاد باسل وأنا وأختي أسماء. 1+1=2. صف سابع أنا. صف سابع. صف سابع عندي. مدرسة الجهاد. الله يرزقك عمو بعد، الله يرزقك. نجي أنت لعندك هلا. 3+2. 3+5. برافو. عم صف سابع انا. بعرف. جاوب هاد ثالث. ها؟ هاد صف ثالث. هو بعرف حكى لي القصة كلها. طيب اخواتك الصغار 2 صح؟ عبودة ورعد. عبودة ورعد؟ ايه. طيب بدي اسألك سؤال عن عبودة. ايه. 2+1. 2. 2+1. 3. برافو. هي 50,000 لعبودة، بقي رعد. ايه. ها؟ ايه. رعد انا حسألك سؤال عنه، انت جاوب يعني. شو رأيك؟ ايه ماشي. 6+2. 6+2=8. 8. برافو. عن اسماء عمو، اسا اختي اسماء الله بالبيت. عن اسماء بدك؟ تمت اختي اسماء. ايه صح، لازم كل واحد يربح. مظبوط. طيب عن اسماء هو بجاوب، شو رأيك؟ ايه. 9+1. 9+10. بدك شيء؟ لا سلام. ها؟ لا. لك ابوس هالضحكة انا. بس بدي اياك تدرس وتكون فحلها. ماشي؟ تمام؟ ماشي. وانت كمان. ماشي. تدرسي وامورك تمام. السنة الجاي بصير ثامن. السنة الجاي ثامن والبعدها تاسع. مظبوط. قدامك شهادة. ايه. اخذت شهادة السادس هلا. يلا باي باي. حلقي وين اهلك؟ على البيت رأسي مشان ما حدا ركض. ها؟ ماشي. ركض على برا. الله يرضى. السلام عليكم. السلام. مرحبا يا امي. الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله بخير. شو اخبارك؟ الحمد لله مش كثير. شيرك الشاريه لفت؟ لفت. بدك تكبسي مخلل؟ وين ساكنه؟ باي الحاره. هون بالفردوس لجوا؟ لا روحي بالميسر. عفوا الميسر، انا اسف، كنا بالفردوس صرنا هون. ايه. بالميسر لجوا؟ ايه روحي. كم ولد عندك؟ مشتي اشوفك. ايه. مشان بس عملي تجر ابني الكبير. اشبو؟ وركو ميت. ايه بده إيه. عملية. ايه. هلا بناخد الرقم ونتواصل معك ومنشوف. الله يحمينا عليك. هلا انا أخر. انا انا برنامج مسابقات هلا. ايه. بدنا نسألك تجاوبينا، شو رأيك؟ ايه بجاوب. اعطينا كم ولد عندي؟ صبيين، واحد عسكري وهذا الكبير اجري. الله يحمي لك يا والله. آمين. صبيين وبنت. ايه بس. حفظنتي لك شي مثل؟ والله بنسى انا بس. يعني هيك مثل هيك كذا. طب الجرات ما بتطلع بك. لك دخيل هالضحكة، لك تحكي. هاي 50,000. طيب ايش بدنا نسألك سؤال؟ هون نحن وين هاي المنطقة؟ ميسر. الميسر جنبها ايش في هذاك الطرف لجوا؟ منطقة ثانية. هذاك بروعه طريق. منطقتين جنب الميسر. بروعه طريق المطار هذاك. طريق المطار طريق الباب. طريق الباب هنيك. طريق الباب. وهيك بنروح لوين؟ طريق الباب. ايش طريق الباب؟ هيك إذا طلعنا هيك هلا من الميسر على اليمين. ايه شقار. هي 50,000. الله يرزقك وحنا عليك. هلا قل لي مش عملية ابني. الله يرزقك. هلا خلص تكرمي. هلا بناخذ ومنشوف متى كمان. ايه الله يرزقك. ناخذ الرقم ونتواصل معك. ايه
أخلص مسابقات؟ إيش شو الغداء اليوم كان؟ إيش شو العشاء؟ احكي لي. معكرونة. معكرونة. معكرونة بلبن؟ لا طيب ميت فرنجي. ميت فرنجي؟ قولي لي شلون تنطبخ هذا السؤال؟ بصلة وسمنة وباكيت المعكرونة. خالصين مع ميت البندورة. إيه. ألف صحة وهنا. أمي إيش بقولوا لك؟ أم محمد. أم محمد الشيفة أم محمد. مبروك ربحتي معنا 50,000. الله يوفقك ويحن عليك. السلام عليكم. مرحبا يا أمي. كيفك؟ الحمد لله. ايش قاعده هون عم تعملي؟ والله بركي هيك عم شم هوا. مرتاح. هوا الله. لا اله الا الله. وين ساكنه؟ والله بالقطرجي هون. بالقطرجي لجوا؟ يعني هي المنطقه، نقول للمشاهدين انه نحن بالمنطقه ما بين الميسر لقدام للقطرجي. القطرجي. ايه؟ وين ساكنه هنيك؟ كم ولد عندك؟ والله ماني متزوجه. لحالك قاعده؟ انا وامي وخواتي. كلياتنا معنا مزوجات. امي مره كبيره عمرها 85 سنه. وكم وحده انتو؟ نحن اربعه. مين بصرف عليكم؟ من اهل الخير. يا سبحان الله، يعني انا كنا مخلصين. فشفت هيك هلوش السماح سموح. هلوش السموح. الله يبارك فيكم. هالابتسامه الحلوه. طيب كم وحده؟ لك دخيل الضحكه. اضحكي اضحكي غير شكل الضحك. الله يبعثنا ايام كويسه. الضحك بشيل الهم عن قلب طبعا. حتى لو الواحد ضحك غصب عنه. الحمد لله. تبسوكم. انت اكبرون ولا اصغرون؟ لا وسطاني انا. الاكبر منك قد ايه عمره؟ هذيك كمان ارمني، توفى جوزها كمان. ايه ايه. وفي اصغر مني كمان، يعني عم بيشتغلوا. عم يشتغلوا. ايه اشتغلوا امبلاج يعني. ايه. كم وحده انتو؟ نحن اربعه وامكم؟ ايه. خمسه. بالبيت نفسه. ايه. طيب هلا اذا قلنا اول سؤال لألك. شو بدنا نسألك؟ بدك تسألوني؟ والله ما بعرف، فاجأت انا. لازم لازم هالضحكه هي لحالك هيك. يا الله يضحكك ويبسطكم يا رب. يا لحالك نحن تربحي من دون شيء. بس لازم طيب والله العظيم ربحتي معنا فورا. هاي 50,000 ربحتي معنا كرمال هالضحكة. الله سؤال للوالدة. الله يمد في عمرها ويحملكم. الله يسلمك يا رب. أعطينا شي مثل من هدول الأمثال الحلبيات. إيش بدي أعطيك؟ والله فاجأتوني، ما بعرف، ماني محضرة شي. هو هيك هيك نحن بنشتغل بالمفاجآت. شي مثل هيك حفظتي كذا؟ والله ما بعرف، ما عم بيجي على بالي يعني. لا والله. أعطيني ثلاث طبخات مشهورين فيهم أهل حلب. طبعا الكبه بلبنيه، الكبه السمائيه، سبرجليه، سندوانات، الياباري، المحاشي. كلهم هدول مسؤولين اهل حلب. هي جاوبتي أمي. جاوبتي عن امك وعن اختك. صار والله كلهم. هاي 50,000 ب50,000. الله يرزقكم يا وي. الله يرزقكم. هدول لخواتك. الله يرزقكم يا رب. الظرف الاول لك، الظرف الثاني لامك، الظرف الثاني لاختك. الله يرزقكم. لسه ما خلصنا. الله يرزقكم. شو اسمك انت؟ فاطمه فلاحه. لك دخيل فاطمه. والله يحميلنا فاطمة. الله يسلمك يا رب. وأم فاطمة وخوات فاطمة. الله يخلينا لكم. وكل اللي عم بيشوفوا فاطمة. شو رأيك يا ربي؟ لا أنا قناة طيب. يعني أنا قناتنا يعني. قناتنا السورية. لك أنت القناة، شو بدك فينا نحن؟ أنا هلا الشهرة دا أخدها من عندك أنت أساسا. أنت المشهورة، أنا هلا دا أخذ صورة معك. الله يخليكم طيب. يا رب. فطوم يا فطوم الغالي. أنت طبعا أنا عم بحكي هيك لأنه أنت وسعر أختي. أنت أغلى والله وأعز. هلا اذا قلنا حكيتي لي السندوانات وحكيتي لي نحن ما بنقول سندوانات، ايش بنقولها بالحلبي؟ ايش بتقول؟ ما بعرف، انا بقول سجقات يعني. ايش؟ لا سجقات بقولوها بالشام. ايوه. نحن بحلب بقولوا سندوانات. بقولوا شو كمان؟ ابي ابيوات. ايوه ابيوات. ايوه امي طلعت لي يا سندوانات. نحن من هيك ما بعرف هيك ما لا بنقولوا ابيوات نحن. ابيوات. ايوه. طيب اعطيني شو بدي اقول لك والله. انت يلا ثلاث انواع للكبه بحلب. انسي لي كبه لبنانيه وكبه سمائيه. ايه. هدول حكيتيهم. ايه. هلا اذا قلنا في كبه درويش. درويش كبه مقليه مشوية. يعني كبه مشوية. مشويه راس. ايه. ايه. كبه مقليه كمان تخيل ربك. ايه هدول. وكبه مبرومه. ايه بقى هي المبرومه. ايه. هيدا جماعه الزناقيل. هدول الزناقيل. ايوه ما شغلتنا كبه. هدولك جماعه الزناقيل بيعملوها. ايه والله. طيب وهيك بحكي معنا 50. الله يرزقكم يا رب. الله يديم الضحكه. سلمينا على الوالده. الله يسلمك. وقولي لابنك الصغير شادي بسلم عليك. يا الله يخلينا اياكم يا رب. الهي السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرزقكم. طبعا هيك مع فاطمه وهالضحكه الحلوه لفاطمه وصلنا معكم لنهايه الحلقه من برنامج الناس لبعضها. هاي الحلقه مقدمه الحقيقه على ارواح المرحوم بسام ابن حسني
والمرحوم علي ابن مصطفى. وحتى نلتقي بكم بحلقات جديدة دائما وأبدا، الناس لبعضها، السلام عليكم.